بحلقة جديدة من برنامج صناعة الدفاع لمتابعة آخر مشاريع الصناعة الدفاعية. أحياناً قد يغير تمرير معلومة صغيرة عبر جهاز اللاسلكي مجريات الحرب في ساحة المعركة، فحسم المعركة اليوم لا يكون بالأسلحة فحسب بل بالمعلومات أيضاً. ففي مضمار صناعة اللاسلكيات تتمتع تركيا بقدرتها على إنتاج لاسلكياتها بقدراتها الذاتية بتكنولوجيا فائقة الدقة. اليوم نحن سنتابع مراحل الإنتاج في مصانع التابعة لشركة أساساً التركية. ابقوا معنا لمتابعة مراحل الإنتاج من الصفر وصولاً إلى المستهلك. حروب المعلومات أسلوب عسكري جديد يضيف بعداً مختلفاً للحروب التي تخاض في ميادين المعارك باستخدام الأسلحة التقليدية، فيمكن لمعلومات بسيطة تكشفها الأطراف المتنازعة عن بعضها البعض أن تمنحهم تقدماً ميدانياً في ساحة المعركة. وتلك المعلومات عادة ما توفرها أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تكتسب أبعاداً جديدة يوماً بعد يوم بفضل تطورها التكنولوجيا. تركيا اليوم تطور قدراتها بالتعاون مع عدد من الشركات، على رأسها شركة أسلسن التي يجاوز استثمارها في تكنولوجيا الاتصالات 50 عاماً. الأجهزة اللاسلكية يتنامى تطورها تبعاً للتأثير الذي تحدثه على المستوى العسكري والمدني، فهي كما تقدم خدمات للقوات المسلحة التركية وأجهزة الأمن في البلاد تيسر على المواطنين عملهم في المجالات الحياتية المختلفة. في عام 1974 خلال عملية السلام في قبرص تعرضت أجهزة الاتصال اللاسلكي أجنبية المنشأ إلى عملية تعطيل عن بعد، مما أدى إلى وقوع أحداث مؤسفة. نتيجة لذلك عمدنا إلى تأسيس شركة أسلسان بهدف إنتاج معداتنا محلياً. في البداية تم استخدام تصاميم جاهزة، ثم وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، فبدأنا في المرحلة التالية بتصميم الشرائح والدوائر الإلكترونية الخاصة بأجهزة الاتصال اللاسلكي بواسطة مهندسينا. هذه الرحلة شكلت تراكماً معرفياً ووفرت لنا خبرات مكتسبة على نطاق واسع، لنصل اليوم إلى مستوى قادر على المنافسة في العالم. نحن الآن في نقطة تجعلنا نحدث فرقاً على مستوى العالم بفضل القدرات التي اكتسبناها، وتتمثل أهم ميزة لدينا في تصميم جميع أجهزتنا اللاسلكية هو استخدام أنظمة التشفير الوطنية. نحن ندعم جميع أجهزة الاتصال اللاسلكي لدينا لتكون قادرة على التعامل مع جميع السيناريوهات اللازمة في جميع أنحاء العالم، كما نقوم بتسويقها وتصديرها إلى الخارج. تنتج أسلسان أجهزة الاتصال اللاسلكي المستخدمة في المنصات البرية والجوية والبحرية، وتستخدم في الأمن العام الذي يشمل القوات الأمنية مثل قوات الدرك والشرطة، وكذلك لدينا عناصر الدفاع المدني. إذا أردنا التفكير بشكل أعمق، فإن الحلول المتبعة في السياق المدني تعد على تردد ثابت وفقاً للمعايير المعروفة للجميع، مما يخلق نقطة ضعف كبيرة من حيث المعلومات وسهولة اختراقها، حيث يمكنك تحديد موقعك أو اختراق اتصالاتك أو الوصول إلى هذه المعلومات بطرق مختلفة. أما في الجانب العسكري بفضل حلول التشفير الوطنية وتقنية التنقل الترددي، فيصبح من الصعب للغاية تحديد موقعنا أو اعتراض اتصالاتنا أو حتى فهم محتواها. يمتد تاريخ إنتاج جهاز اللاسلكي منذ فترة استخدام الصفائح النحاسية التي رقتها تشابه رقة الورق، حيث يتم تحويلها إلى لوحات إلكترونية حسب التصاميم الهندسية، وتتكون أحياناً من 4 طبقات، وقد تصل إلى 32 طبقة حسب غرض استخدامها، ليتم بعدها طبع التصاميم الإلكترونية عليها. هذه اللوحات الخام توضع بعناية بواسطة مهندسين مختصين لترسل بعد ذلك إلى آلة طباعة مزودة بضغط عال لتأخذ شكل لوحة بطبقة نحاسية واحدة، وبعد الطباعة عليها بواسطة الليزر تخضع لعملية التثقيب وتفتح فيها قنوات نحاسية لتوصيل الإشارات الكهربائية. في المرحلة الأخيرة
تقطع هذه اللوحات إلى أجزاء وتغمر في أحواض غسيل خاصة تتعرض فيها لأكثر من 30 نوعاً مختلفاً من المحاليل الكيميائية لتكون جاهزة على هذا النحو الذي ترونه لوضعها في أجهزة اللاسلكي. تقطع كل لوحة أولاً لاختبار من خلال أجهزة عالية التقنية، ثم يجري فحصها من قبل المهندسين بالعين المجردة لتقليل هامش الخطأ إلى الصفر. أهم عنصر في أجهزة الاتصال اللاسلكي هو أن تكون متأكداً من أن الصوت سينقل بشكل آمن ودون انقطاع إلى الطرف الآخر عند الضغط على الزر. نقوم بتصميم جميع أنظمة الاتصال اللاسلكي لدينا بشكل مشفر من البداية إلى النهاية ونقدمها لمستخدمينا، وما أعنيه بالتشفير هو ضمان نقل البيانات التي نحاول إرسالها من المستخدم الأدنى إلى المستخدم الأعلى في المركز بشكل آمن ومشفر بفضل البروتوكولات الخاصة بنا. وفي النهاية يفك تشفير البيانات بشكل ما من قبل الشخص المخول لقراءتها. أود أن أقدم مثالاً يتعلق بتكنولوجيا الاتصال في مكان لا توجد فيه بنية تحتية للاتصال اللاسلكي. خلال زلزال 6 فبراير توقفت جميع أجهزة الاتصال بسبب تدمير البنية التحتية. أرسلنا حينها نظام مركز الاتصال المتنقل جيموس إلى مناطق الزلزال بالتعاون مع القيادة العامة لقوات الدرك، وحققنا اتصالات آمنة ودون انقطاع في العديد من المناطق. ومن أهم خصائص الجهاز اللاسلكي أهكت اعتماده على موجات راديوية مبرمجة بموجات تابعة لشبكات متقدمة، ويتمتع بأنظمة تشفير خاصة محصنة ضد الاختراقات، إضافة إلى كفاءة مجربة في المعارك. ينتقل بين ترددات مختلفة أثناء البث، ويصل نطاق بثه إلى 100 كيلومتر. تخضع أنواع مختلفة من الأجهزة اللاسلكية لاختبارات الجودة والمتانة في البيئات الحارة والباردة، وتعرض فيها للغبار والتلوث أيضاً، والهدف من ذلك معرفة مدى قدرتها على تحمل أقصى الظروف في ساحات المعارك. يتم تنفيذ العديد من مراحل الإنتاج بواسطة الروبوتات الذكية المتقدمة دون تدخل اليد البشرية، وفي كل مرحلة يتم اختبارات المنتجات مراراً وتكراراً. تصنع هذه اللاسلكيات لتكون أكثر متانة وقوة ب10 مرات من الهواتف المحمولة. أهم العوامل في إنتاج أجهزة اللاسلكي هي شريحة الجهاز والهوائي والبرمجيات والشفرات، فلسلامة المعلومات يجب على كل مصنع أجهزة الاتصال التركيز على جميع هذه العوامل، فالنجاح في تحقيقها تحصين للاسلكيات من اختراقها من قبل العدو. واحدة من أخطر الأمور في ساحة المعركة هي إمكانية تنصت العدو على المعلومات الواردة عبر اللاسلكي، ولمنع ذلك يجب إنتاج أجهزة اتصال خاصة. فمع أنظمة الاتصال اللاسلكي محلية الصنع التي تطورها شركة أسلسن، نجحت تركيا في تقليل هذه المخاطر فضلاً عن تقليل اعتمادها على الخارج. فهذه الأجهزة الوطنية تزيد من أمن المعلومات لدى الجيش التركي، وتمنح المستخدمين ميزات عملياتية في الميدان. Telsiz dediğimiz şey sadece sesli haberleşmeden ibaret değil. Evet, ana odak bu. Bunu güvenli bir şekilde yapabilmek. امتلاك دولة لنظام اتصالات لاسلكي خاص بها يعني حماية خصوصياتها. العنصر الأكثر أهمية في الاتصالات العسكرية هو وحدات الاتصال المتنقلة. إن عدم القدرة على تأمين التواصل الآمن في ساحة المعركة يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة. على سبيل المثال، إذا رأيت طائرة في ساحة المعركة فإن النظام يرسل إشارة وتعود الإشارة لتقول أنا صديق. إذا لم ترد يتم اعتبارها عدواً، وإذا لم تتمكن من التواصل هكذا فقد تضرب طائرتك أو سفينتك. هذه أمور حدثت كثيراً في ساحة القتال سابقاً. لمنع حدوث هذه الحالات تعد تقنيات الاتصال أمراً بالغ الأهمية. أريد أن أعطيكم مثالاً حدث في هذا الخصوص. تم تفجير جهاز اتصال في لبنان،
مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات. يوضح هذا الحادث أن أمان أدوات الاتصال ليس فقط أمراً مهماً، بل إن إنتاج وتوفير أجهزة الاتصال أيضاً ذو أهمية كبيرة. نجاح شركة أسلسن لا يقتصر على صناعة أنظمة اللاسلكي فحسب، بل في إنتاج الرادارات والكاميرات والمستشعرات. فبفضل الكاميرات والمستشعرات المتقدمة الممنوحة للجيش والشرطة، يتم منع العديد من العمليات الإرهابية والجرائم قبل تنفيذها. في الحالات التي لا يتمكن فيها الجيش من توفير أبراج اتصالات ومحطات تقوية للإشارات وبنية تحتية لتشغيل اللاسلكيات، فقد طورت الشركة أبراج اتصال محمولة تدعى جيموس، تعوض أي نقص في البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، وهذا عادة ما يكون في البيئات الصحراوية. يتم نقل هذه المراكز المحمولة إلى المناطق التي لا تعمل فيها الهواتف المحمولة والأجهزة اللاسلكية المرتبطة بهوائية البث، وتوفر ديمومة في الاتصالات المشفرة تغطي مساحة يصل قدرها إلى 100 كيلومتر مربع. الأجهزة اللاسلكية هي عنصر لا غنى عنه في ساحات القتال مهما وصل مستوى التقدم التكنولوجي. تحافظ هذه الأجهزة على أهميتها رغم عدم شهرتها كحال بقية أنظمة الاتصالات الأخرى. تمتلك شركة أسلسان الريادة في تركيا، إلى جانب حضور قوي ومنافس مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.